السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وما الذي أنجزته اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة لمتابعة أوضاع المغتربين في المملكة. في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد، فإن المغتربين اليمنيين أحوج ما يكونون لاستثناءات تراعي ما يمر به البلد من حالة حرب وتدهور في مختلف المجالات. على الصعيد ذاته تقف المملكة العربية السعودية على رأس تحالف عربي يزعم أنه تدخل لدعم الشرعية ولمساعدة اليمن على تجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها نتيجة الانقلاب على الشرعية، إلا أن ثمة تناقضا في السياسة السعودية تجاه اليمنيين يتمثل في التعامل مع المغتربين اليمنيين بصرامة لا تراعي الوضع الراهن في البلاد. وتعتبر العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية ثانية أكثر الجاليات العاملة فيها بعدد يناهز 2 مليون نسمة، وتضخ سنويا ما لا يقل عن 2 مليار دولار يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر في الداخل. في إطار سياسة السعودة والتوطين يواجه اليمنيون شبح الترحيل الناعم، إذ تشمل السعودة قطاعات واسعة تستوعب مئات الآلاف من اليمنيين الذين باتوا مهددين بتوقف مصادر دخلهم. بعد مناشدات كثيرة من كل المستويات للجهات السعودية وبينما يتهم المغتربون اليمنيون الحكومة بالتقصير والإهمال، أصدر رئيس الحكومة مؤخرا قرارا قضى بتشكيل لجنة حكومية خاصة بالمغتربين للتواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبحث ما يواجهه المغتربون من مشاكل ومعوقات والبحث عن استثناء للجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية. يرأس هذه اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، وتضم في عضويتها كل من وزير المغتربين ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة للسفير اليمني في الرياض والقنصل العام في جدة. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش جدوى تشكيل هذه اللجنة، حجم الآثار التي ستنعكس على وضع المغتربين اليمنيين في السعودية. سيكون معنا في هذه الحلقة من الرياض مساعد الملحق الإعلامي بسفارة اليمن الصحفي أنيس منصور، وسيكون معنا من جدة عبر السكايب الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، وسيكون معنا أيضا المحلل السعودي سلمان العقيلي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط والمهتم بشؤون المغتربين من جدة عبر السكايب سلمان الشريف. مرحبا بك أستاذ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليك وعلى متابعين قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ سلمان. في البداية، ما هو الجديد؟ ربما مرت أسبوعين أو 3 أسابيع، هناك حملة واسعة، مناشدات كثيرة من مختلف الفئات في اليمن للمملكة العربية السعودية باستثناء اليمنيين، ما هو الجديد؟ للأسف أخي بشير، لا يوجد هنالك الجديد، وإنما تستمر المعاناة وترحيل اليمنيين المخالفين لأنظمة الإقامة، والعمل ما زالت الباصات تباعا تمشي من ترحيلات الشميسي سواء من الرياض ومن جدة ومن باقي المدن باتجاه الوديعة، وهذا هو الجديد. وللأسف لم نلمس شيء على الواقع، سواء من اجتماعات اللجنة أو من التوجيهات التي صرها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى الآن لم نلمس أي جديد، والأيام تمر والساعة تمر، والمغترب هو من تمشي على رأسه مثل هذه المصيبة التي أنا أعتقد إلى الآن لم يلتفت لها أحد، ولا لمسنا شيء على أرض الواقع أبدا. ما زال اليمنيين المقيمين يرحلوا ومندوبي السفارة والقنصلية يوقعون على الترحيلات في ظل وجود أسرهم هنا للأسف الشديد. يعني تكلمنا مرارا وتكرارا مثل هذه الحالات، تواصل معي بعض المندوبين يقولون أنهم يخيرون المغترب والمغترب هو الذي يختار أن أسرته هنا. أنا أجزم أن الكلام هذا غير صحيح، وما زالت المعاناة مستمرة.
على أي أساس القنصل أو المندوب السفارة يذهب بالتوقيع على ترحيل هؤلاء رغم أن إقامتهم صحيحة وسارية المفعول؟ طبعا هو من شروط الترحيل أن يتم موافقة القنصلية أو السفارة أو الجهة التي تتبع، كما نعلم أن سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض تتبع عدة مناطق، أيضا القنصلية العامة في جدة تتبع عدة مناطق في أرض المملكة العربية السعودية. فلذلك يوجد هنا في الترحيل الشميسي ما يسمى بمندوب القنصلية، أو أيضا في الرياض كذلك ما يسمى بمندوب. أما باقي المناطق هنالك من هم رؤساء جاليات أو أعضاء جاليات، هو من يصرفون مثل هذه الاستمارات أو ما يسمى وثائق اضطرارية أو وثيقة سفر اضطرارية، يقوم من خلالها المندوب بصرفها لليمنيين. طبعا أغلبهم عندما يمكث أكثر من أسبوع أو أسبوعين يضطر للأسف أن يقبل بمثل هذه الوثيقة كي يسافر، من الوضع الذي شافه أو من المعاناة الذي يشوفها. طبعا قد يقول لك أنا أسافر وأحفظ نفسي ما بقي من كرامة. نعم. طيب إذا تحدثنا أيضا سلمان في البداية عن أشكال وطرق الترحيل للعمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية، الكثير يتحدث بأن هناك عشرات بل آلاف، يعني عشرات الآلاف من اليمنيين يتم ترحيلهم ربما شبه يومي أو شبه أسبوعي. هل لديك مثلا إحصائية وأرقام على هذه الترحيل التي ربما تصل، البعض يقول هناك أكثر لحد الآن أكثر من 300 إلى 400 ألف الذي تم ترحيلهم من المملكة؟ السؤال هذا بلسانك أنا أوجهه على طول إلى السفارة. نعم سلمان، إذن ربما فقدنا الاتصال بسلمان، إلى أن يعود الأخ سلمان الشريف أتمنى أيضا الاتصال بالملحق الإعلامي في السفارة. سنتحدث طبعا مشاهدينا الكرام، يعني اليوم نحاول قدر الإمكان نستطلع ما الذي قامت به اللجنة الخاصة، مر الآن تقريبا أكثر من 10 أيام منذ يعني توجيه الحكومة الصريح لهذه اللجنة وتشكيلها للتواصل مع الجهات السعودية بإيجاد حل اليمنيين استثنائهم على الأقل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن. إلى الآن لم نسمع أي تصريح للأسف الشديد سوى تلك الصورة التي ظهرت بها تلك اللجنة في أول يوم لتشكيلها، وإلى الآن تواصلنا للأسف مع وزير المغتربين، مع وزير الخارجية، مع المعنيين لكي يظهروا معنا في القناة يتحدثوا عما الذي أنجزوه، ما الذي عملوه، إلى الآن لم يتجاوب معنا أحد. معنا الآن من السفارة اليمنية الملحق الإعلامي هناك أو نائب الملحق الإعلامي في السفارة الأستاذ الصحفي أنيس منصور، مرحبا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أنيس. يعني السؤال الأهم الآن، اللجنة مر على تشكيلها تقريبا أسبوع 10 أيام، ما الذي عملته هذه اللجنة إلى اليوم؟ طبعا أخي أولا شوف، هو نحن ممكن نتحدث عن يمكن دور السفارة في موضوع المغتربين، أما موضوع اللجنة ليس من اهتمامنا، هذه موضوع اللجنة بمسؤول عنها رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ممكن ناطق الحكومة يتحدث عن ذلك، ممكن أما أنه نحن يعني هي عقلة لحد الآن اجتماعين، اجتماع ممكن اللي ممكن أعطيك أنا الذي أعلمه وأطلع عليه. نعم. الاجتماع الأول كان اجتماع بالسفارة اليمنية، كان فيه وزير الخارجية وكان أيضا سعادة السفير الشائع محسن الزنداني ونائب السفير القعيطي ومجموعة من المهتمين في قضايا المغتربين أو رؤساء الأقسام ورؤساء الملحقيات داخل السفارة اليمنية. في هذا الاجتماع تم استعراض كثير من المحاور الخاصة بمهام السفارة اليمنية في مسألة موضوع قضايا المغتربين، وتم تناول كثير من الانتهاكات أو الأخطاء أو ماذا يحصل للمغتربين، ما هي التصرفات، ما هي الجانب الإيجابي، ما هو دور السفارة، ما هو دور ما هو اللي يمكن عمله، وضع خطة، يعني أشياء كثيرة جدا كانت عبارة عن مناقشات داخلية. هناك اجتماع ثاني أيضا لا ندري ماذا كان، يعني كان عبارة عن عنوان عريض أنه في اجتماع ثاني عقد في الخارجية اليمنية، لكن لا ندري ماذا دار في هذا الاجتماع، إنما هو بنفس الإطار. أخي يعني هناك أشياء كثيرة جدا موجودة، لكن للأسف يعني أنتم في قناة بلقيس وحاولتم تهاجموا السفارة ودور السفارة وبشكل كبير جدا،
دون الرجوع يعني إلينا والتعليمات. أستاذ أنيس منصور، أستاذ أنيس، أنا أول شيء أشكرك أنك تفاعلت معنا، وربما أنت الصوت الوحيد الذي تجاوب معنا من السفارة. للأسف بحت أصواتنا الاتصالات، لو 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 تعرف طريقة الأقسام الشرطة لا أشتكت، لا أحد يرد ولا أحد يتجاوب، لا من السفير ولا من الملحقين في السفارة ولا من المندوبين، ولا أحد يتجاوب معنا. الناس تبحث عن إجابة لأسئلة كثيرة، يعني أين دور السفارة؟ ما الذي تعمل؟ فاليوم جميل العزيز أنك ظهرت معنا، ونحن سنسمع منك ما الذي أنجزتمه، تفضل. أوكي أستاذي العزيز، أنا أقول لك أي شيء في الجانب الإعلامي في موضوع السفارة اليمنية والقنصلية في جدة، هناك ملحق إعلامي وهناك مساعد ملحق إعلامي، من السهل أنك تتواصل معهم، وأنا سأوافيك أيضا برقم الزميل يعني الملحق الإعلامي، وأنا أيضا متواجد ومفتوحة هواتفنا وتجاوبنا نعم. معكم للحديث بشفافية كاملة ما هو المطروح وما يمكن أن نعمله. نعم. السفارة اليمنية لها دور محدود، وليس كل شيء هو في يد السفارة. السفارة اليمنية تتدخل في قضايا موضوع مجهولية الهوية، فتقوم بمنح لهم تصريحات عملية العبور وعملية الخروج. الأشخاص مجهولي الهوية أيضا الذين هم بدون تصريح، هناك عملية ترحيل أسبوعي تقوم السفارة بعدة دور، يعني معها مندوبين، أكثر من 5 مندوبين موجودين في عملية متابعة قضايا الترحيل أولا داخليا، وبعضهم يتم يعني الذين ليس يعني الذين إقامتهم سارية، والذين ليس عليهم مخالفات، والذين لا يعني تم اعتقالهم أو تم أخذهم بطريقة فيها نوع من التعسف، تم مراجعة الإخوة في السعوديين في الجوازات ويتم كذا، وبعضهم كثير منهم البعض يخرجوا، والبعض الذي يعني ينطبق عليه الإجراءات السعودية يغادر. الأمر الآخر نعم، موضوع الترحيل وموضوع إخراجه وموضوع كذا، هذا لا يعني السفارة لا يمكن أن تعترض ولا يمكن أن تحقق في الموضوع، لأن السفارة لها دور محدود. لكن هناك أشياء كثيرة جدا تقوم بمعالجتها، مثلا موضوع ناس عندهم أسر وناس عندهم حقوق، يعني هناك أيضا عملية الحصر، تقوم السفارة بعملية حصر الذين يتم ترحيلهم، هناك أيضا يعني عملية متابعة إدارة الوافدين، السجناء الموجودين في إدارة الوافدين. للعلم أيضا للمعلومة لكم، هناك سجينات، يعني هناك أيضا سجينات موقوفات في التوقيف النسائي في النضيم، هناك أيضا سجينات متسولات وموجودات في دار الملاحظة، تم اعتقالين من قبل لجان التسول. باختصار موضوع القرار اللي حاصل هو قرار سيادي، والجهة المعنية التي أصدرت القرار هي التي تستطيع أن تعمل حال في مسألة عملية ترحيل أو عودة. ما هو يمكن أن تقوم به السفارة هي إجراءات قانونية، إجراءات روتينية معتادة ومتفق عليها وفق اللوائح التي تعمل بها، لكن إنها طيب. ليس لديها مثلا عصا. تحدثت على نقطة أستاذ أنيس، تحدثت على نقطة في غاية الأهمية، أنه اللي هم يتم يعني ترحيلهم تعسفيا أو احتجازهم تقومون بالتواصل للإفراج عنهم. هل نجحتم في الإفراج عن من تم يعني مداهمة أماكنهم أو محلاتهم التجارية وحجزهم بأماكن الحجز وإقامتهم سارية المفعول أم لا؟ نعم، الذين هم إقامتهم سارية المفعول يتم إدخالها هناك بالسيستم بالبيانات مباشرة، تلقائيا تطلع أنه الموضوع سارية المفعول، ليس عليهم إجراءات، يتم مباشرة إطلاق يعني إطلاق سراحهم مباشرة. وهناك أيضا حتى يعني إجراءات الجوازات الآن أنه لابد من الترحيل المباشر، فلعبت دور كبير جدا السفارة في عملية أنه لابد من البقاء فترة حتى تتم الفرز والمتابعة وعدم الاستعجال في عملية طيب. الترحيل. طيب هناك 436,000 هوية زائر، هؤلاء هوية زائر، هذه نقطة مهمة أيضا ممكن نضعها. نعم. هؤلاء مرتبطين أصحاب هوية زائر بقانون الحصول على كفيل العمل. نعم. معروف أن سوق العمل في السعودية مع سعودة وتوطين الوظائف بها يعني أكثر من 60 وظيفة الآن، فيتم اعتقالهم يعني لأنهم القانون ينطبق عليهم في عملية المخالفة اللي حاصلة. أما الذين
حصلوا على عمل وحصلوا على كفيل وهم من ضمن هويه الزائر، فهذا لا ينطبق عليهم القانون. وتم الموضوع هذه هي الموضوع. الموضوع الاخر ايضا انا قلت لك موضوع السجينه، تم تشكيل حتى السفاره قامت بلجنه نسائيه وقامت بزياره ومتابعه موضوع السجينه حتى وموضوع المتسولات، وهناك عمل، هناك حدود مشتركه. لكن في النهايه نحن نقول ايضا هناك يعني هناك تعاون على فكره غير ما تتناوله كثير من وسائل الاعلام بمهاجمه المملكه بشكل غير مقبول. الاخوه في المملكه العربيه السعوديه في معاهم تجاوب اداري، تجاوب روتيني متواصل مع السفاره وبشكل كبير جدا. طيب استاذ انيس حتى لا نسب في الحديث، يعني الناس تتحدث عن الواقع، الان اليمنيين يرحلوا بمئات الالاف، وكل يعني المنافذ الان تستقبل مئات الالاف من اليمنيين مرحلين. انت تحدثت ان هذا ربما خارج عن يعني مهام السفاره اليمنيه وما تقوم به. اسمح لي اسمع وجهه نظر الاخ سلمان الشريف حتى نرى وجهه نظره واعود اليك. استاذ سلمان، سمعت ما قاله مساعد الملحق الاعلامي في السفاره بالرياض الاستاذ انيس منصور، تعليقك انت ايضا على تعامل السفاره ومتابعه من يتم احتجازهم وهم لديهم إقامات سارية المفعول ولا توجد لهم أي مشاكل في أعمالهم ويتم حجزهم وترحيلهم، تفضل. في البداية طبعا أبارك الصديق أنيس منصور، طبعا المسمى الوظيفي الجديد وهو ملحق أو نائب ملحق الملحق الإعلامي أو المشرف عنه، إيش إضافة إلى المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية وكثير من الصفات. طبعا هنا أنا لست باتجاه معاكس مع الأخ أنيس منصور. الأخ أنيس منصور طبعا هذه أول مداخلة له مع الذي يلوم أن نحن نهاجم السفارة أو القنصلية. للأسف إذا كنت أنت يا أخ أنيس أنت نشيط وما شاء الله عليك، نتمنى السفارة تستفيد منك، بس يجب أن يكون عندك إلمام لقضايا المغتربين وأيضا النزول الميداني. قد لا تكون من أجل لا تكون أنك تظلم المغترب اليمني أو أنك تتكلم بشيء غير ملموس على الواقع. أتمنى النزول الميداني للسجون وإيجاد من هم موجودين داخل السجون. وأيضا عندما تتكلم عن 470 ألف، كل ما نتكلم عن المغتربين داخل موضوع 470 ألف هوية زائر، حاملين الهوية الزائر حصلوا يا أخي الكريم على مكرومة ملكية والآن تم إيقاف التمديد لهم، فلذلك أصبحوا مخالف النظام ويتم إيداعهم الترحيل. فلذلك عندما نتكلم عن مندوبين السجون، عندما يتكلم عن خمسة، لو نقول خمسة مندوبين يا أخي الكريم، خمسة مندوبين ماذا يعملون الخمسة المندوبين لمراجعة مشاكل السفارة أو القنصلية؟ أنا أستغرب أن هنالك أكثر من 2 مليون مغترب أو 3 مليون أو دعنا نقول 1,500,000 مغترب. هل خمسة مندوبين كافلين لمتابعة قضايا المغتربين؟ أيضا عندما نتكلم عن قانون المملكة، نحن لا نعترض عن قوانين المملكة جملة وتفصيلا، ونحن ضد أي صوت يقوم بمهاجمة المملكة العربية السعودية، وهذا قانون سيادي خاص بهم، لكن نحن في وضع يحسد عليه، وضعنا وضع إنساني، نتكلم مراعاة الجانب اليمني أو المغترب اليمني كي يتسنى لنا العودة إلى وطننا بظل وطن يكون آمن، وطن يقبل كل العائدين المغتربين، يكون فيه الوضع الاقتصادي آمن، كل شيء متوفر. لذلك عندما نتكلم عن ملف المغتربين وإدارة ملف المغتربين، سواء المغتربين سواء من السفارة أو من غيرها، يجب متابعة المغتربين. عندما نتكلم عن ملحق إعلامي يا أخ أنيس، أن يتكلم الملحق الإعلامي ويطلع في كل لقاء أو يطلع يوضح. عندما نتكلم عن اللجان التي اجتمعت، يجب أن يكون معه إعلاميا. وأنا أستغرب عندما تقول الاجتماع الثاني كنا غير موجودين، مع الرغم أن الاجتماع كان في السفارة، أو نقول وزارة الخارجية، وزارة الخارجية لديها مكتب موجود داخل السفارة يا أخ أنيس. أتمنى أن اللجنة هذه تطلع تقول للمغتربين يا جماعة الخير، يا أبيض يا أسود، وصلنا بالأمور هذه إلى الموضوع هذا، رفعنا لرئيس الوزراء بالمواضيع هذه، وصلنا موضوعكم لرئيس الجمهورية كي نعرف راسنا من أرجلنا. الآن المغترب اليمني مثل المتعلق بقشة، كالغريق المتعلق بقشة، ضعوا المغترب اليمني على بر. نعم. يعني هل تأملون أن هنالك في تصحيح وضع المغترب اليمني؟ أم يا إخوانا المغتربين يجب أن تحزموا أمتعتكم وتغادروا، اذهبوا إلى بلدكم، اذهبوا إلى مشيتم، حطوا الناس على شيء واضح، على حقيقة واضحة. ما مش داعي تخلوا الناس يبنوا آمال وأسبوع ينقضي وراء أسبوع، وما زالت اللجنة هذه تحصر مثل هذه المشاكل وما أوصلت المغتربين إلى طريق. نعم. نريد واضح ورؤية واضحة.
طيب سلمان، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، سأعود للأستاذ أنيس. أستاذ أنيس، بحكم متابعتك للموضوع وأنت في السفارة وقريب من الاجتماعات التي حدثت باللجنة الخاصة، هل لمستم أي تجاوب؟ هل هناك بشائر خير باستثناء اليمنيين بعمل حل للجالية اليمنية في السعودية؟ طبعا أشارك أن التحرك ليس من قبل السفارة، التحرك من قبل رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هؤلاء المخولين في عملية التواصل بالإضافة إلى اللجنة الذي تم تشكيلها، هؤلاء هم المخولين في عملية يعني إصدار النتائج. لكن حسب ما يقال أنه سيتم عمل اللازم، هكذا وزير الخارجية قال في اجتماع، قال سنعمل جهدنا في احتواء لازم تقديرا للوضع، البحث عن عملية استثناء. يعني الآن اللجنة والجهود الحكومية ليست معترضة أيضا على القرارات السيادية السعودية، إنما هم الآن يسعون جاهدين في مسألة عملية احتواء الموقف الحاصل وتقدير الوضع الذي لعدة اعتبارات، اعتبارات الحدود التي تجمع اليمن بالسعودية، اعتبارات الشراكة الحاصلة داخل التحالف، اعتبارات الوضع الإنساني الذي تعانيها اليمن حاليا من مشاكل كثيرة جدا بما فيها قضية الحرب. الاعتبار الآخر أنه كثير من الناس برغم أنه متواجد في السعودية أصبح مطلوب يعني هناك، مطلوب في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها الحوثيين، بالإضافة إلى بالجنوب هناك نبض عنصري مناطقي ضد يعني يبرز الناس أيضا بالهوية. نحن أمام مشاكل كثيرة جدا موجودة على الأرض، هذه يمكن أن يتم يعني عرضها إلى الإخوة بالجانب السعودي للبحث عن عملية استثناء، وهذا الاستثناء يكون تقديرا مؤقت، يكون أي إجراء آخر. أعتقد أيضا الأخ وكيل وزارة المغتربين قام بعقد اجتماع أيضا مع وكيل وزارة المغتربين السعوديين وناقش أيضا في هذه الترتيبات وهذه الأوضاع. هناك أنا أريد أن أقول للمغتربين وأقول للإخوة، لا يعني ذلك أننا نحن في صف الإجراءات وأننا لا، نحن نقدر الوضع الذي نعيشه، نحن نتألم والله نتألم لما نشاهده ولما نسمعه. ويعني إيش أقول لك، كلنا نعيش معاناة المغتربين، لكن أريد أن أقول لهم أن قضيتكم ليست يعني خافية أو بعيدة، وهناك جهات مسؤولة تبذل جهد كبير جدا. يا أخي نائب رئيس الجمهورية حضر مؤتمر صحفي في قضية إنسانية موضوع، فترك الموضوع الأساسي وعرج إلى موضوع منادات ومناشدة الملك سلمان ومناشدة ولي العهد في موضوع قضية المغتربين. رئيس الجمهورية وقع عدة خطابات وعدة رسائل في موضوع معالجة قضية المغتربين. رئيس الوزراء أيضا عزز وشكل في موضوع اللجنة في قضية المغتربين. احنا كإعلاميين جالسين نرصد ونعمل ونعمل في يعني كيف نحن نبحث عن توجيه خطاب إرشادي واضح واقعي لموضوع قضية المغتربين، سواء من باب معاناتهم أو من باب كيفية الإجراء في التعامل معهم. الإخوة في السفارة يلعبون دور كبير جدا في كل أقسامها في موضوع قضية المغتربين. الآخر عندما يقول خمسة لا يكفون، أنا أقول لك هناك عمل متواصل مش إلا فقط خمسة، لكن هؤلاء الذين كل في به كسلات متابعة قضايا السجون، نعم، قضايا الموجودين داخل الموقفين في السجون أو حتى السجينات، وهذا هي الذي تم حاليا والذي يتم. بالتالي أن تقوم بعمل مثل هذا أفضل من أن تجلس مكتوب طيب ونجلس نلعن الوضع. طيب طيب أستاذ أنيس ابقى معي، سنذهب الآن نتابع تصريحات عن أوضاع المغتربين وطريقة ترحيلهم، أو مادة معلوماتية، نتابع هذه المادة ومن ثم نكمل الحديث، ابقى معي.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود إلى جدة مع الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. سلمان، ضعنا بالآن أوجه المعاناة الآن اللي حاصلة الآن للمغتربين اليمنيين أصحاب المهن وأصحاب المحلات، كيف يتم التعامل معهم؟ شاهدنا ربما صورة كانت في غاية الألم عندما تم مداهمة إحدى السوبر ماركتات وتركوا العمال، قاموا بسحبهم إلى الحجز وتركوهم كانوا على مائدة الإفطار. ربما هذه حالة وصلت إلى الناس وتم تصويرها، وهناك مئات الحالات من هذه الصورة. هل يتم إعطاء فرص لهؤلاء الناس لترتيب أوضاعهم حتى ولو تم ترحيلهم أو أصبحوا مخالفين ولو مدة بسيطة، لكي كل شخص يعني يرى ما له وما عليه ومن ثم يغادر، أم يتم على طول من دون أي يعني أي مقدمات يؤخذ ويرمى في الحجز ومن ثم يرحل؟ أخي الكريم، بالنسبة للصورة التي انتشرت هي صورة في أحد محلات الخضار، واحد يعمل في محلات الخضار طلب فطور له ومجموعة من الذين يعملون في جانبه في المحلات، تم دعائهم وفطروا مجموعة داخل محل الخضار. أتت الحملة وشالت منهم موجودين على هذه السفرة بتهمة أنهم يعملون في محل الخضار ومحلات الخضار تم سعودتها. نعم. طبعا عندما يتكلم الأخ ويقول نائب رئيس الجمهورية قطع تصريحه في موضوع مركز الملك سلمان. نعم. إذا في مشكلة يعني في الصوت. طيب أعود للأستاذ أنيس منصور. أستاذ أنيس، الآن يعني كيف تفسر الآن نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الأستاذ عبد الملك المخلافي وأيضا وزير المغتربين وغيرهم، لماذا يتوارى على الإعلام ولا يصارحون الناس كما قال الأخ سلمان الشريف، يعني يتحدثوا مع الناس بشفافية؟ ما الذي عملوه وما هي ردود أفعال المملكة العربية السعودية حيال ما يقدموه من يعني مطالب لاستثناء اليمنيين في هذا الوضع؟ أستاذي العزيز، أنا أقول لك بالنسبة لموضوع اللجنة، أنا لست مخولا في موضوع اللجنة، لست مخول للحديث عن موضوع اللجنة وعن إجراءاتها وردود الفعل، لأن الموضوع هذا خاص برئاسة الوزراء وهناك ناطق رسمي باسم الحكومة يمكن أن تستضيفوا أو تقولوا أن رفض الحديث. أما أنا لا يمكن أن أخول، أنا لدي الحديث عن موضوع جهود السفارة، الإخوة في السفارة. أستاذ أنيس، أنت تعمل في السفارة ورئيس السفارة في سفير اليمن في المملكة هو عضو اللجنة، يعني أكيد عندكم معلومات وتتواصلون بصورة مباشرة، ما الذي أنجزوه؟ نحن نتحدث أنه دائما حديث السفارة أنه نحن لدينا ثقة بالقيادة السياسية وأيضا بمواقف المملكة العربية السعودية الإيجابية والكريمة تجاه اليمن أرضا وشعبا في مختلف الظروف والمراحل، لا سيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية، ونناشدهم وندعوهم ونطالبهم في عملية أنه لابد من البحث عن أو الحديث عن أنه لابد من استثناء ولابد من تقدير الوضع، ولا يمكن أن نعترض على هذه القرارات، ولكن علينا أن نعمل. الموضوع الآخر يا أخي أنه الإحصائية الأولية لا يزيد عن 2000، يعني هناك أيضا أرقام مبالغ فيها أحيانا، الإحصائيات موجودة لدينا، لا الإحصائيات الأولية لا يزيد عن 2000 أسبوعيا في الرياض وجدة، 5 مندوبين، هناك قسم للرجال وهناك قسم للنساء. طيب. أستاذ أنيس. نعم. أستاذ أنيس، هذه الجهود يعني ربما في الأيام الاعتيادية، لكن الآن أمام مشكلة حقيقية، مئات الألاف ترحل يوميا، أنت تعلم أن اليمنيين في الداخل معتمدين بصورة أساسية على هؤلاء، يعني يعني خطابكم الآن، أنا لا أبحث عن مشاكل عادية تريد أن تطلعني فيها، أنا أتحدث عن مشكلة الآن أصبحت يعني كل يوم يرحلوا عشرات الآلاف، هل أنجزتم شيء؟ هل قدمتم شيء؟ هل لمستم شيء تجاه المملكة؟ أم أن المملكة العربية السعودية هي يعني تدعي بأنها تخدم اليمنيين وعلى الجانب الآخر تطرد اليمنيين إلى المجهول؟ أستاذي، أنا أقول لك أنه الإحصائيات غير مبالغ فيها، ليست مئات الآلاف وليست عشرات الآلاف، الإحصائيات لدينا. أستغرب أنا من أين هذه الأرقام ومن أين سقطوا؟ هناك جهات متخصصة تابعة ورافدة وبالأسماء والأرقام عدد الذين يتم خلال أسبوعيا هم فقط 2000 من الرياض ومن جدة. هذا الأمر الآخر لابد أن يستوضح الناس هذا الموضوع. الأمر الآخر يا أخي، يبدو أن الخطاب الإعلامي أخذ مكايدة سياسية أكثر ما هو
معالجه يا القضيه احمد الحقيقيه. استاذ انيس، استاذ انيس، استاذ انيس، اسمح لي اسمح لي. أيوة. نحن الان لا نبحث عن مكايده سياسيه، نحن عشرات الرسائل تصلنا، مئات الرسائل، الاف الرسائل، الناس تبكي يعني من الوضع البائس، اليمنيين يرحلون، يعني اطفال ونساء بالحجوزات في المملكه العربيه السعوديه، نحن لم ناتي باخبار من الكون، الناس كل يوم يبكوا ويشتكوا. يبدو انك لا تتابع مقاطع الفيسبوك التي تنشر بصوره خفيه ما يصل الى الناس. أنا أتابع أستاذي وراصد ونتابع كل ما هو سلب وإيجاب وردود الأفعال كامل، يعني وأقول لك أنه نقدر وضعية الناس وحالتهم في مسألة الصياح الذي حاصل يعني وشكاويهم وعناتهم، لكن أعتقد أنا أقول لك أن الرقم الذي يتحدث عن مئات الآلاف معناته خلاص ما دام مئات الآلاف في اليوم هذا معناته الشعب اليمني كل المتواجدين مع السلامة، الموضوع ما في أنه هناك اجراءات تمت، الاخوه في 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 انت لا تسالني عن موضوع ردود الفعل من الاخوه في النطاق المحدود المعترف عليه في موضوع التصريحات وموضوع الفرز وموضوع الاحصائيات وموضوع الترحيل، هذه الاجراءات التي تتم ما بين السفاره وما بين الاخوه في المملكه العربيه هناك نعم. تعاون وترتيب وتنسيق كامل، لا استطيع ان اقول هناك شيء مثلا أو طيب استاذ استاذ انيس استاذ انيس استاذي المشكله الكبرى سوري استاذي انا اسمعني نعم. المشكله الكبرى انه موضوع الاخوه السعوديه تعمل كذا وتعمل كذا، هذا موضوع اخر تخاطب به الدوله والحكومه، انا اتحدث لك في نطاق محدود هو نطاق السفاره، هذا الذي بالتاكيد طيب استاذ انيس، لكن يعني كما تعلم ربما الايام الماضيه كان هناك مشكله ربما للعماله الهنديه، يعني وزير الخارجيه الهندي عندما وصل تم حل الاشكاليه في اول زياره، ايضا الرئيس الفلبين بنفس الاليه، ونحن اليمنيين نحن الشركاء مع المملكه العربيه السعوديه في هذه المعركه، والمملكه العربيه السعوديه تقود التحالف العربي لاستعاده الشرعيه، وفي هذا الظرف الصعب واليمن محاصر من كل الجوانب، ومع ذلك يتم معامله اليمنيين دون غيرهم بطريقه يعني الكثير، ربما هذه الايام الحملات بالدرجه الاساسيه تستهدف اليمنيين دون غيرهم، لماذا؟ لا الحملات اذا سالت الذين هم في الحجوز هم من جميع الجنسيات، غير يعني حتى المصريين الذي تم وضعهم هناك مخالفين موجودين داخل الحجوز وهم مصريين مع ان اعطوهم ولا 6 اشهر، واضح يعني. اتمنى ان يسمعنا اليوم استاذ انيس الكلام، نعم اسمح لي ابقى معي ساعود لسلمان الشريف، ولكن اتمنى من وزير الخارجيه رئيس اللجنه، اتمنى من وزير المغتربين، اتمنى من القنصل ان يطلعوا للناس ويضعوهم بصوره ما يحدث الان وما هو حاصل، ما الذي انجزوه، اما ان تمر الاسبوع الاول والاسبوع الاخر والناس ترحل والناس تغيث وتستغيث ولا احد من مجيب، اذا كانوا يسمعون الان اتمنى ان يردوا على اتصالاتنا ويتحدثوا للناس ويكشفوا للناس ما الذي يدور وما الذي انجزوه. اعود للاخ سلمان الشريف، اخ سلمان انتم الان كمغتربين وكوضع راهن الان تتلقون كل هذه المشاكل، ما المساحه التي اصبحت لكم انتم كمغتربين يمنيين للتحرك فيها والعمل فيها بالمملكه العربيه السعوديه؟ طبعا لكي يتكلم الاخ انيس والاخوه اللي بالحكومه والاخوه الذي يتكلم عليهم ان الوظائف التي سعودات والتي وطنت والتي انثت فيها يشتغل فيها معظم اليمنيين او نسبه 70% من اليمنيين. طبعا قد لا يكون الاخ انيس منصور عنده الاحصائيه هذه للوظائف التي سعودات والتي انثت والتي وطنت، والان في 12 قطاع الان بيسعود. المضطر منه يا أخ أنيس العامل اليمني اللي هو أخي وأخوك الذين يعيلون أسر في اليمن، فلذلك أتمنى أن تكون بتعيينك الجديد بالسفارة هذا السند لإخوانك المغتربين لأنهم معولين عليك الكثير، لأنك الآن تعتبر الإعلام الوحيد اللي ظهرت أمام الشاشات باسم السفارة اليمنية أو باسم الجهة الحكومية اليمنية. طبعا احنا ما بيش بيننا خصام، احنا والسفارة واحنا والخارجية واحنا رئاسة الوزراء كلهم دول أهلنا وناسنا، لذلك اتمنى درس موضوع مشكله المغتربين باللجنه باسرع وقت وايجاد حلول لها، لا يتم مماطلتها اسبوع تلو اسبوع ويتم ترحال الكثير. عندما يتكلم الاخ انيس عن من هم دائما يكرر ان هنالك موجودين بقضيه تصور وهم موجودين بالسجون، يا اخي مثل هؤلاء يرحلوهم بلا رجعه، ولا يشرفني ان اكون يمني او اعترف ان مثل هؤلاء الفئه انهم قد يكونوا ضرر على اليمنيين. انا اتمنى حل لمشكلة المقيمين وحاملين هوية زائر ممن هم يبحثون عن لقمة عيش بشقاء العرق بشكل مجرد مثل هؤلاء. عندما نتكلم طبعا احنا ما ننتقد ولا نعترض القوانين وللمرة الألف نقولها أو أن احنا يكون فيه هجوم، احنا دائما نوضح. أنا قبل يوم بصفحتي وضحت هنالك ناس اقتصوا مقطع لشيخ والشيخ يتكلم أن هنالك سعودة الصلاة مثل هؤلاء وهو
اتى بفكره انه سيتكلم في الموضوع ده ويحاول ان يؤذي الناس. للاسف البعض قص المقطع وقام يطعن في الاخوان بالجانب السعودي. لا، احنا ضد هذه المواضيع، هم اخواننا، ولو نلف العالم ما راح نجد رحابة صدر مثل اخواننا في المملكه العربيه السعوديه الذي مكرماتهم تباعا للجانب اليمني. لكن ما اود ان اوصله ان الان اليمنيين بحاجه لمعالجه الوضع في ظل الضرب الراهن هذا، معالج وضعهم. اقل شيء يا استاذ انيس انه يطلع اللجنه هذه بدراسه، ترفع الدراسه هذه الرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء زي ما ذكرت انا سابقا ان نائب رئيس الجمهوريه لا يحتاج الى موقف في مثل مثلا مؤتمر او شيء يتكلم ويناشد. نائب رئيس الجمهوريه لا يحتاج للمناشدات، نائب رئيس الجمهوريه يحتاج الى رفع سماعه ويكلم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ويقول له 1 2 3. الاخوان من الجانب السعودي متساهلين، ولذلك لا يوجد المسؤول الذي يحمل على عاتقه هم المغتربين اليمني ويحمله بشكل انساني للجانب السعودي يوصل لهم المعاناه الذي تقدم عنها المعاناه. كما ذكرت انا اشكرك، ذكرت ان هنالك من هم مطلوبين امنيا، وان الوضع بالمناطق الشماليه غير امن، وان هنالك اقصاء بالمناطق الجنوبيه عنصريه. هذا شيء يحسب لك، وشاكر له انه تطرقت لمثل هذا الموضوع. هذا بالفعل ما يحصل لعوده مثل هؤلاء الناس، ان نقول عادوا الى اراضي الشرعيه. لكن اين الوضع الاقتصادي؟ طيب. اين الامن؟ اين استاذ سلمان؟ نعم استاذ سلمان، الان اذا تحدثنا ايضا كما سالتك في سؤالي لم تجب عليه، يعني البدائل وايضا المساحه الان المتاحه للعماله اليمنيه في المملكه العربيه السعوديه التي تشتغل في اطارها في ظل كل هذه الضغوط وفي ظل كل هذه القيود. يا استاذ بشير، ما عاد مش بدائل الان، اغلب القطاعات اللي يعملوا فيها الجاليه اليمنيه السعوديه، ايش من بدائل؟ يعني ايش حيشتغل طيار ولا يشتغل؟ ما اعتقد كل المهن الان اغلبها سعوديات واغلبها وطنت وامثت. اين تعمل مثل هذه الاعمال؟ لا اعلم. لذلك احنا اللي نطالب به اجاده مهله لليمنيين. اتمنى من حكومتنا ان تجد لنا شفاعه عن الملك الانسانيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اقل شيء لسنتين او 3 سنوات، حتى هي ترتب اوراقها في البلد بحيث تكون قادره على استيعاب مثل هذه الاعداد العائده الى اليمن او الاعداد الهائله الى اليمن، او اقل شيء ايجاد فرص اقتصاديه، او قد تكون البلد حرت بما تعنيه الكلمه ويكون الوضع امن. لكن في ظل الضرب الانساني هذا، وما ان الحكومه قد المملكه تقدم لنا المساعدات، وان هنالك عاصفه اعاده امل لليمنيين، اتمنى ان تكون ضمن اعاده الامل هو اعاده الامل من خلال المغتربين اليمنيين، هؤلاء الذين يرفدون اكثر من 15 مليون نسمه داخل الوطن، مثل هؤلاء العائله الوحيد لهم بعد الله سبحانه وتعالى المغترب. لذلك احنا ما راح ان احنا يا استاذ انيس او الى كل من يسمعنا، احنا الان اللي نطلبه انه يتم مناشده حكومتنا، وحكومتنا تخاطب المملكه بطريقه رسميه انه يتم استثناء يا اخي الكريم الان على مستوى مهنه المحاسبه التي يعمل فيها الكثير من المصريين لم تسعود، لان هنالك في طلب من الجانب المصري لبعض المهن ولم تسعود، لان كثير ابناء الجاليه المصريه يشتغلون في عمل المحاسبه لم تسعود هذه المهنه. احنا اليمني يشتغل في مواد البناء، اليمني يشتغل في الخضار، اليمني يشتغل في المستلزمات الرجاليه، اليمني يشتغل في اغلب المهن الان اللي بتسعود، بتكون كارثه ضمن كارثه الاتصالات التي سعودت والمولات التي انغت ووطنت. هناك الكثير من المهن. طيب. الان سوف تكون طيب استاذ نعم سلمان، وضحت هذه النقاط، اسمح لي ان اعود لان الوقت، ساعطيك كلمه اخيره لكن خلينا اعود الى الاستاذ انيس منصور بسؤال اخير. استاذ انيس، هل يمكن تفسير هذا الصمت وعدم الظهور لوسائل الاعلام من قبل اللجنه التي شكلت لمتابعه المغتربين بعدم تجاوب من قبل المملكه، ولم تعير لهذه اللجنه اي اهتمام ولا للحكومه ولا للرئاسه؟ أستاذي العزيز، أعتقد أن أول شيء يعني أقول لك حاجة. الأمر الأول، أنا قبل أرد على جواب على سؤالك، أريد أن أقول أن الوضع يتم متابعته من كل المستويات، ولا يوجد أي تغافل أو أي تجاهل لا من قريب ولا من بعيد. هناك أشبه بحالة طوارئ موجودة داخل السفارة اليمنية في متابعة ما يدور. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر يا أخي، احصائياتنا، نحن نتحدث ان احصائياتنا، ومسؤول على كلامي انا، ان احصائياتنا رسميه ومن مراكز الترحيل. حتى هذه الاحصائيه استاذ انيس، حتى هذه الاحصائيه التي تتحدث عنها تقول باليوم 2000 الى يعني مثلا في الاسبوع 10,000، بالشهر ما يقارب يعني 30,000. هذا الرقم انت تستهين برقم 30,000 يعول تقريبا يعني الى 150 الى 100,000. حتى نبعد عن الرقم، جاوبني على سؤالي لان الوقت انتهى اذا سمحت. يعني هل هذا التفسير عدم عدم نعم اجبني فقط على هذه الجزئيه اذا سمحت، يعني
هذا نفسر ما يحدث، نفسر ما يحدث بعدم تجاوب، عدم اعطاء اهتمام. هناك استغلال اعلامي سيء قابل للطرف لموضوع المغتربين خارج الحدود. على سبيل المثال تم تصوير على ان هناك مظاهره موجوده امام السفاره، وهي لا يوجد اي مظاهره، وهي عباره من الارشيف من مظاهره في دوله اخرى وفي مكان اخر. تم استغلال بعض المقاطع وبعض الفوتوشوب وبعض الاخطاء الموجوده. نعم. واساءه للاخوه في المملكه العربيه السعوديه، وكان استغلالا سيئا على موضوع المغتربين. هناك استغلال ومكايده سياسيه على حساب قضيه المغتربين للاسف الشديد. الامر الاخر يا اخي، سياسه السعوده والتوطين لم تصمم على اساس الجنسيات. الاخوه الذين لم رفضوا بجرأة الظهور لوسائل الاعلام هذا شان يخصهم وشان يعمهم. ربما ان هناك بعض التحفظات، ربما ان هناك اتفاق أشكرك بعدم الظهور. اشكرك. لا استطيع ان ابرر لك ما هو في نفسه. ممكن ان تسال او اشكرك استاذ انيس، وشكرا لك انك ظهرت معنا وتفاعلت معنا، وربما حملناك غير طاقتك، لكن اتمنى ان تكون يعني رسالتنا قد وصلت، وان يظهر رئيس اللجنه معالي وزير الخارجيه، وزير المغتربين، السفير، ويتحدثوا للناس ليطلعوا ما الذي انجزوه وما الذي عملوا مع الجانب السعودي. كلمه اخيره فقط للاخ الاستاذ سلمان الشريف. سلمان، اذا كان لك كلمه اخيره نختم بها البرنامج، تفضل. آخر كلمة لي أنا، طبعا أتكلم بلسان المغتربين كلهم، أن المغترب بحاجة إلى اللجنة هذه، أو من يظهر وعود مثل هذه ويتصور لنا أمام الكاميرات أن هنالك لجان وأنه تم تشكيل، ومثل هؤلاء المهدئات التي يتم حقنها للمغتربين اليمني كي يهدأوا أو كي يسلموا. أتمنى الظهور وإطلاع المغترب بما سيحدث بالفعل. هل هنالك استثناء أم لا؟ يحطونا على على على, على بياض كذا ويتكلموا أمام الملأ لكي الناس لا يهموا انفسهم ولا يتعلقوا بقشه انه يتم استثناء اليمنيين او ما يتم استثناء اليمنيين. الاخوان بالجانب السعودي كرماء، ولكن الكسل والاهمال من قبل المسؤولين انا وانا اجزم على ذلك، لانهم لم يحركوا ساكنا. ايضا اشكر الاخ انيس منصور انه طلع مدافع على الحكومه ولم يكن في صف المغتربين. طبعا كنا نتمنى انه يتكلم بصف المغتربين وما رجع لتزوير الحقائق مثل هذه المظاهرات التي ظهرت. المظاهرات هذه كي اعطيها نبذه للاستاذ انيس، هذه ايام تصحيح على الاوضاع، وكانت موجوده امام القنصليه في جده، وكان هنالك اهمال من القنصليه، فلذلك هذه أمام ايام التصحيح. الان احنا طيب. اشكرك. بس يا اخ انيس اتمنى ان يكون عندك إلمام بقضيه المغتربين قبل ما وصلت وضحت هذه الفكره. اخ سلمان، الحق الاعلامي. نعم. قبل ان تكون متحدث باسم الداخليه وتجمع بين ست وظائف، اتمنى ان يكون شخص مسؤول. استاذ سلمان وضحت هذه الجزئيه، تحدثت عنها سابقا. أيوة، الوقت انتهى. اشكرك. يطلعوا لنا شخص ولبسكم فئه المغتربين وليست من مقامي اصلا. اشكرك جزيل الشكر الناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، ولم يبقى الا ان نستعرض بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقه في الفيسبوك. نقرا بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج الاخ يعلق بالقول الاخ ماجد فيلم: اللجنة لن تستطيع عمل شيء، وما أكثر تشكيل اللجان في العديد من القضايا، ولا توجد نتائج لتلك اللجان، وتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المغتربين إنما هو لذر الرماد على العيون. الأخ ماجد. رأي آخر من صديق البرنامج وليد النهاري يعلق بالقول: ايش من لجنة نتذكر جميعنا لجان الوساطة، ابتداء من دماج مرورا بعمران حتى وصل الحوثي القصر الجمهوري بصنعاء. اللجان سلمت الدولة وسلمت رقابنا للحوثي واصدرت بيانات استنكار. نفس الخبر ستصدر اللجنة المكلفة بيان يدعو اليمنيين في السعودية الى احترام قرار السلطات السعودية. المفروض يكون هذا الملف من اولويات الرئيس والحكومة الشرعية، ويبحثوا بجدية بدلا عن تشكيل لجان. إذن وليد النهاري نختم بهذا الرأي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بين قوسين. شكرا لمساعد الملحق الإعلامي في السفارة الأستاذ أنيس منصور، وشكرا للناشط والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. تواصلنا مع العديد من المعنيين، وزير الخارجية، المغتربين، السفير، حتى يظهروا معنا للحديث مع الحكومة، مع ناطق الحكومة. للأسف لا يتجاوب معنا أحد. أتمنى أنه قد ساهمنا بصورة أو بأخرى من أجل إيصال صوتكم، ونتمنى من اللجنة الخاصة ومن الحكومة ومن الرئاسة أن يكونوا شجعان ويتحدثوا للناس بما هو حاصل بكل شفافية أيا كانت النتيجة. شكرا لكم على حسن المتابعة. تقبلوا في الختام تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.